هذا الترحيب للسجين أحمد سلمان العمري أبو فهد بمناسبة خروجه من السجن مقدم من والده سلمان العمري. يا مرحبا ترحبة من صادق النية من الأبو سلمان ترحبة وتهنية. أهلا يا أبو فهد طلعكم من السجن فرحة وتمنية كني ملكت الأرض بقصر مبنية بعودة الولد أحمد ولدنا ونحمد الله على سلامته. حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.